بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن Emotion Tracking Using OpenCV with Python، أي تتبع حركة العين باستخدام مكتبة OpenCV من داخل أكواد البايثون. Before getting into details about the image processing، قبل التحدث عن معالجة الصور باستخدام أكواد البايثون، Let's study a bit the eye. هيا نعرف بعض المعلومات القليلة عن العين. The eye is composed of three main parts. العين تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية. الجزء الأول pupil. The black circle in the middle. وهي المنطقة السوداء في منتصف العين. المنطقة الثانية أو الجزء الثاني هي iris. The bigger circle that can have different color for different people. وهي المنطقة الأوسع أو الدائرة الأوسع التي يمكن أن تأخذ ألوان مختلفة باختلاف الأشخاص. أما الجزء الثالث أو المنطقة الثالثة وهي sclera. It's always white. وهي دائما لونها أبيض. لدي هنا ملف فيديو MP4 بيحتوي على حركة للعين ناحية right اليمين left اليسار top أعلى down أسفل سنتر في المنتصف. نريد أن نتتبع حركة العين هذه باستخدام أكواد البايثون. قبل البدء رايت كليك على ملف الفيديو وكوبي، وبعدها بنذهب للبروجكت تاب رايت كليك وبيست لصق أوكي. بعدها بنفتح نافذة التيرمينال، بنكتب الأمر التالي pip install OpenCV-Python ونضغط مفتاح الإدخال Enter. أعطاني هنا رسالة Requirement Already Satisfied، أي أن هذه المكتبة تم تثبيتها في جلسة عمل سابقة. بنغلق نافذة Terminal. أولا بنستورد مكتبة OpenCV فبنكتب هنا Import CV2. بعدها ننشئ متغلول يكون اسمه كاب اختصار لـ Capture يساوي CV2 دوت، ومنها الميثود فيديو كابتشر يعني التقط الفيديو، ونفتح براكتس وبين سنجل كودز بنضع اسم ملف الفيديو اي دوت ام بي 4. بعدها بننشئ حلقه تكراريه مستمره باستخدام هوايل، فبنكتب هنا هوايل وبنضع هنا ترو، القيمه ترو اي طالما ترو، وهنا بطبيعه الحال ان قيمه ترو ستكون حلقة تكرارية مستمرة. بننشئ متغيرين بعد ذلك، متغير وليكن اسمه ريت والمتغير الثاني وليكن اسمه فريم يساوي، وبنستخدم المتغير الكابتشر ونستقبل منه من خلال الميثود ريد يعني اقرأ الملف الفيديو، فبيقرأ ملف الفيديو وبيعطيني هنا قيمتين. القيمة الأولى وهي قيمة منطقية يا إما ترو أو فولس، والقيمة الثانية وهي الصورة الأوبجكت الخاص بالصورة من المتغير ك. بعدها في السطر اللي بعده بنضع عبارة شرطية if ret، لو المتغير ret is false، لو قيمته false أي ليس هناك استقبال للصور، بنضع break يعني قف عن تنفيذ الحركة التكرارية. هنا نستخدم المتغير frame مرة أخرى يساوي cv2 dot resize. عيد تحكيم ملف الفيديو أو الصورة المعروضة من ملف الفيديو، وبنفتح brackets وبنكتب الفريم اللي أنا أخذته في الخطوات السابقة كوما، وبنحدد العرض وليكن 800 والهايت وليكن 600 بيكسل. بعدها أنشئ متغير خاص بالصفوف والأعمدة التي يتم استقبالها من الفريمات، فبكتب هنا روز كوما كولامز كوما وبعدين اندرسكور، وهذا المتغير لا يعنيني، يساوي فريم دوت شيب. بعدها ننشئ متغير جراي يساوي سي في 2 دوت كونفرت كالر، حول اللون، ونستخدم الفريم اللي انا انشاته في الخطوات السابقه كوما، واكتب سي في 2 dot bgr2gray.
يحول الكالر إلى لون رمادي. بنكتب هنا متغير وليكن اسمه clear، يعني نحول الصورة إلى صورة ضبابية، وبنكتب هنا cv2.gaussianblur يعني ضبب الصورة. بعدها بنستخدم الصورة بعد ما تم تحويلها إلى لون رمادي، وبنكتب هنا كوما، وبنضع هنا السيجما X والسيجما Y، أي الانحراف على مستوى X والانحراف على مستوى Y. وهنا ممكن تضع قيم من 0 حتى 9، ممكن تكتب مثلا 7.7. بعدها هنا بنضع الديفولت بوردر عندي وليكن 0. من أول السطر بستخدم هنا متغير وليكن underscore كوما، وبنكتب هنا اسم متغير آخر أيضا 3shold يساوي، وبنستخدم cv2 dot لإيجاد ال 3shold من السورس عندي، هيكون هنا الصورة بعد ما تم عمل ضباب blur وكوما. وبعدين بنحدد اللور 3 شولد ولتكن مثلا 15، والأبر 3 شولد ولتكن مثلا 500، وبعدين كوما، وبعدين نستخدم cv2 دوت، ونستخدم هنا ال 3 شولد بنحولها باينري انفرس. من اول السطر بننشئ متغيرين، المتغير الاول وليكن اسمه كونتورز وكوما، ومتغير هيراركي أي متغير، وهذا المتغير لا يعنيني أيضا، المتغير الثاني. وبنستخدم cv2.findContours أي أجد الكونتورز، فبنستخدم هنا ال 3 شولد وبعدها كوما، وبنستخدم cv2. وبنستخدم ريتر 3 أي التنظيم ريتر 3 في تنظيم البكسلات. بعدها هنا بنستخدم أيضا مكتبة cv2 دوت، وبنكون السلسلة دي على شكل تشين approximately سيمبل، أي يتم تجميع البكسلات ذات الألوان المتصلة على شكل سلسلة. بنستخدم متغير الكونتورز مرة أخرى، فبنكتب هنا كونتورز يساوي، فبنكتب هنا sorted contours للكونتورز التي سبق إيجادها، أي الحواف التي سبق إيجادها في الخطوة السابقة. وبعدها بنضع الك يساوي cv2 dot، وبنستخدم الكونتر اريا، وبنحذف البراكتس، بنستخدم الريفيرس أيضا يساوي قيمته ترو، أي يتم عمل ريفيرس للصورة. بنستخدم حلقة تكرارية باستخدام for، فبنستخدم for every contour n contours داخل الليست الخاصة بالcontours. بننشئ هنا أربع متغيرات، المتغير الأول X Y W H. X أي الإحداث، أي القيمة على الإحداث X، Y أي القيمة على الإحداث Y، و W إقصار الويتس و الهايت إقصاره H، يساوي CV2 dot. بنستخدم هنا الميثود باوندينج ريكتانجل، وبنكتب هنا cnt اي كل كونتور داخل الليست او داخل المجموعه. بعدها هنا بنستخدم ايضا cv2 dot درو، ارسم لي الكونتورز داخل اقواس، بيرسم الكونتور على الفريم الاصلي كوما على حسب الليست التي ساستخدمها من الكونتورز من داخل المجموعة، فهنا برسمها على حسب الإحداثيات داخل الكونتورز كوما، وبضع معامل ماينس 1 أي رسم جميع الأجزاء الكونتورز كلها كوما. وبعدها بنحدد الكالر، الميكس الخاص بالكالر حسب ألوان البي جي آر، فبضع للبلو 0 كوما، الجرين أضع وليكن 0 كوما، وأضع هنا الR أي الخاص باللون الريد 255، وبعدها هنا كوما، وأضع الثيكنس السمك أي قيمة ولتكن 3 أو 2 أي قيمة. بعدها هنا أيضا بستخدم cv2 dot، وأرسم ريكتانجل على الفريم أيضا، فبكتب هنا فريم كوما، وأحدد هنا بداية
الـ start point for rectangle، فبحدد هنا الـ x, y أي الـ start point للـ rectangle، وبعدها هنا كومة الـ end point for rectangle، فبكتب هنا الـ x وبنجمع عليها الـ width العرض، وبعدين بنحدد النقطة الثانية كومة كذلك y plus height يعني الإحداث y، وبنضيف إليه الارتفاع بعدها كومة، وبنحدد هنا الكالر اللون، فبنكون اللون على أساس ميكس بين ألوان البي جي آر، فبنكتب هنا اللون البلو مثلا 255 كومة الجرين 0 اللون الآر 0، وبعدها بنحدد هنا الثيكنس وليكن 2 أو 3 أي رقم 3 2 1 4 أي رقم. بعدها بنرسم لاين، فبنكتب cv2.line، بنرسم هنا اللاين أيضا على الفريم الأصلي وبعدين كومة، بنحدد الستارت بوينت لللاين، فبنفتح هنا براكتس وبنكتب بدايته على x plus integer ونقسم هنا الويتس على 2، لأن هنا الويتس على 2 ممكن يديني هنا أرقام بعد فيها العلامة عشرية، وهنا بحول أرقام إلى انتجر حصل ناتج القسمة بحولها لانتجر، وبعدين كومة أضع 0 أخذ كومة وأفتح براكتس تاني وأكتب هنا x plus integer ونفتح هنا قوس ونكتب هنا اقسم الويتس على 2 لكي نحصل على منتصف العرض، ونضيفه ايضا الى x، وهنا ناخد كومة ونستخدم التحرك على مستوى الروز السفوف، وبعدين هنا كومة ونضيف مجموعة الكالر الألوان الميكس الخاص بالألوان، فبنضع هنا اللون البلو 0 كومة اللون الأخضر هنا 255، بقلل كثافة اللون الريد هنا وتصبح 0، وبعدين كومة نضع 2 أو 3 أو 4 للخط الفيرتيكال. بعد كده بنرسم الخط الهوريزنتال الأفقي، فبكتب هنا cv2.line، بنرسمه أيضا على الفريم الأصلي، فبكتب هنا الفريم كومة، وبعدين بنحدد نقطة البداية، فبنفتح هنا brackets وبنكتب هنا 0 كومة على الإحداث y plus integer، بنحول هنا ال h ونقسمها على 2 وبنحولها حاصل القسمة على 2 لأن ممكن ينتج أرقام غير انتجر غير صحيحة، فبحولها انتجر لكي يتم تجميعها على الإحداثي y كومة، وأفتح هنا brackets بحدد الكولمز الأعمدة من الشيب من الشكل، وبعدين كومة وبنكتب هنا الإحداث y زائد انتجر نفتح قوس، وبنكتب هنا المتغير الخاص بالهايت وأيضا نقسمه على 2 لكي يتم تحويل حاصل القسمة إلى رقم صحيح. بعدها هنا كومة وبنحدد الكالر اللون، اللون الأول البلو قيمته 0، اللون الجرين سأرفع كثافته إلى 255، واللون الريد سأجعل كثافته 0، وبعدها بحدد الثيكنس كومة وأكتب الثيكنس وليكن 2، بعمل بريك يعني قف عن الحلقة التكرارية. من أول السطر هنا بكتب cv2 dot وبستخدم الامج شو ونعرض الصورة، بضع تايتل هنا للصورة، هقوم بعرض الصورة 3 shold، فبكتب هنا 3 shold كومة واستخدم المتغير 3 shold أعلى لكي يتم عرض الصورة بعد ما تم تحويلها إلى لون gray، وبعدين عملنا لها بلاير وبعدين ارجع عرضها لي هنا 3 shold. بعدها بنستخدم مكتبة cv2 ايضا image show بنعرض الصورة
وبنضع هنا تايتل لها للصورة بعد ما تم تحويلها إلى لون جراي، فبنكتب هنا المتغير جراي لكي نعين الصورة بعد ما تم تحويلها إلى لون رمادي. بعدها cv2.imageshow اعرض الصورة، وبنضع هنا تايتل لها اللي هي الصورة الأصلية دي الأوريجينال إيمج الصورة الأصلية كوما، وبنكتب هنا البريم الأصلي الذي تم التقاطه من الفيديو. بعده هنا بنضع الكي الخاص بالانتظار، فبنكتب هنا الكي cv2.weightk، وبنستخدم هنا الانتظار وليكن مثلا 30 ms. بعدها هنا بنضع عبارة شرطية fk لو وجدت الكي يساوي مرتين 27، لو وجدت المفتاح 27 أي مفتاح اسكيب في هذه الحالة بريك، قم بإيقاف تنفيذ الكود. بعدها من أول السطر بنكتب هنا cv2.destroyAllWindows، وبعدها نبدأ في تجربة الكود، فبنضغط هنا run لكي نرى النتيجة. كما نرى هنا بيتم عرض 3 صور، هنا الصورة الأصلية بيتم تتبع حركة العين فيها، وهذه هي الصورة الجري الرمادي، وهذه الصورة 3 شولد بعد ما تم تحويلها لون رمادي وبعدين عمل لها بلير، وبعدها عمل كونفيرتنج للصورة هنا والألوان وجعلها هنا لونها أسود داركر لكي يتم تحديد المنطقة الخاصة بالبيوبل الخاصة بالعين. إن شاء الله سأترك لك هذا الكود في رابط الفيديو في الديسكريبشن الخاص بالفيديو، وسأترك لك أيضا ملف الفيديو i.mp4 من أجل أغراض التطبيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.